متهيألي إن شاء الله الماتش ممكن يكون أسهل شوية، على اعتبار إن موسيماني اوريدي كان المدير الفني للفريق ده قبل كده، فمتهيألي ممكن يبقى يعني حاطط نقط الضعف والقوة بتاعتهم وقايل للأهلي عليها، فبالتالي ممكن الماتش ساعتها يكون أسهل إن شاء الله. أتمنى. هي مواجهة صعبة طبعاً، لأن الأهلي ليه خبرة قديمة مع فريق سان داونز بعد طبعاً الماتش القديم، لكن موسيماني أكيد هيبقى عنده خطط وعارف كويس قوي يواجه الفريق بتاعه القديم. هو احسن من وداد واحسن من ترجي، سان داونز لعبها نضيف. اعتقد ان شاء الله ان المواجهه دي هتبقى مهمه، والفريق سان داونز من الفرق القويه، لكن اعتقد ان السنه دي بحيث ان موسيماني كان هو اللي بيدرب الفرقه دي السنه اللي فاتت، والسنه دي ان شاء الله يكون معانا، هيكون عارف نقاط الضعف والقوه بشكل كويس جدا في الفرقه اللي قدامنا، فاعتقد باذن الله ان يكون التفوق لينا باذن الله. كده هتبقى صعبه، بس ان شاء الله يعني احنا كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي باذن الله يكسبوه زي ما عودونا كالعادة يعني إن شاء الله. أنا شايف إن أحسن من الترجي وأحسن من الوداد، وإن شاء الله بفضل الله البطولة بتاعتنا إن شاء الله بفضل الله. هو طبعا فريق سان داونز من الفرق الكبيرة طبعا في أفريقيا، وفي الفترة اللي فاتت كان كويس جدا جدا جدا، بس أعتقد برضو إن الأهلي فريق بطولات، اللي بيلعب على بطولة ما بيهموش أي فريق تاني. أنا شايف إن هي هتبقى مباراة صعبة جدا للفريقين، بس شايف فرصة الأهلي هتبقى أفضل نظرا لإن مدرب الأهلي حافظ فرقة سان داونز وكان قاعد معاهم فترة طويلة، فشايف انه ممكن يعمل نتيجه كويسه مع الاهلي. ان شاء الله باذن الله الاهلي يفوز. هي مواجهه صعبه ومتكرره في الفتره الاخيره بالذات، تقريبا دي ثالث بطوله على التوالي الاهلي يواجه سان داونز. والله انا متفائل ان احنا ان شاء الله هنكسب سان داونز تاني، لان اخر ماتش كنت حاضره كان سان داونز 28-2 قبل الكورونا. الاهلي عودنا طول عمره احنا ما بنقفش على اسماء، يعني الاهلي النهارده فريق بينافس على بطوله القاره، فالنهارده هيقابل سان داونز، هيقابل الرجاء، هيقابل اي فريق، زمالك، هيقابل اي فريق، ان شاء الله الاهلي هيكسب. الماتش صعب، ويعني احنا عندنا ميزه ان موسيماني معانا وهو اللي كان ماسك الفرقه فتره طويله، عارف كل اكيد نقط الضعف والقوه اللي في الفرقه، بس سان داونز السنه دي اديه ماتشات كويسه، واحنا الفرقه بامر الله تكمل والمصابين يرجعوا، وان شاء الله يبقى يعني نعدي من دور الثمانيه وربنا يسهل ان شاء الله تبقى البطوله العاشره بامر الله للنادي الاهلي بامر الله. متفائل عشان ناخد الطار، في طار قديم بينا وبينهم ان شاء الله هناخده السنه دي، يعني اللعيبه السنه دي انا متفائله بيهم، عندهم روح قتاليه حلوه جدا، بيلعبوا يمكن ساعات ما بقاش بيحالفهم التوفيق في اللعب، لكن يكفي ان عندهم روح الانتماء للنادي الاهلي، ودي مهمه جدا. والله ان شاء الله يعني نكسب ونعمل ماتش كويس يعني، ونكسبهم على الاقل 2-0، يعني ان شاء الله نعمل ماتشين حلوين رايح جاي ونكسبهم زي ما كسبناهم السنه اللي فاتت. ان شاء الله يكون ماتش سهل، وان شاء الله موسيماني يقول لنا طريقه لعبهم ازاي، وان شاء الله نكسبهم. ماتش هيكون صعب والاهلي هيفوز ان شاء الله.